قال تعالى في سورة النمل الآية 76: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فأي قراءة تاريخية لا يدخل فيها القرآن الكريم كحقائق تاريخية تبقى دراسة مبتورة وينقصها الكثير من الحقائق. هنالك تساؤلات في التاريخ أجاب عليها القرآن الكريم بكل دقة لقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، والآية الأخرى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. هنالك سؤال أساسي يطلب منا القرآن الكريم أن نسأله للصهاينة، فجاء في سورة الأعراف الآية 163: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ما هي هذه القرية التي كانت حاضرة البحر؟ هذا السؤال كان بالنسبة للصهاينة يتناول واحدا من أخطر أسرارهم. لماذا؟ لأنه يتعلق حصرا بالقرية التي كانت حاضرة البحر، أو التي تسمى في التاريخ القديم جت الجتات، وهي الآن جزيرة كريت في جنوب اليونان، حيث قامت الحضارة الميغاليسية التي بناها حصرا سليمان عليه السلام والفلسطينيون الكريتيون. كلمة فلسطيني في التاريخ القديم تعني البحار، فالفلسطينيون تعني البحارة. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فآل داود عليهم السلام، داود وسليمان، هم الذين أسسوا ما يسمى حضارة عصر البرونز. كلنا نعلم أن البرونز هو مزيج من الحديد والنحاس. نلاحظ ذلك في القرآن الكريم أن داود عليه السلام هيأ الله له الحديد. قال تعالى في سورة سبأ الآية 10 عن داود عليه السلام: وألمنا له الحديد. أما ابنه سليمان عليه السلام أيضا فقد سخر الله له النحاس. قال تعالى أيضا في سورة سبأ: وأسلنا له عين القطر. فالقطر هو النحاس، والحديد والقطر هما اللذان يشكلان البرونز، حيث قامت الحضارة البرونزية القديمة أو ما تسمى في التاريخ الحضارة الميغاليسية. إذا هنالك حضارة بناها سليمان عليه السلام لم يبنها في فلسطين والقدس، لكن بناها في البحر، حيث كانت القرية التي كانت حاضرة البحر. فالذين سيطروا على البحر المتوسط هم الفلسطينيون وليس الفينيقيون. حيث كتب حاكم القدس عبدي هبة عام 1330 قبل الميلاد إلى أخناتون حاكم مصر يطلب فيه النجدة، يقول: وإذا لم تصل القوات فإن أراضي الملك، أي أخناتون، ستغدو للعابيرو. العابيرو هم الفلسطينيون وليس ما يسمى حاليا كدعاية صهيونية العبرية. يقولون الدولة العبرية، اللغة العبرية، الجامعة العبرية. لم يكن في التاريخ أصلا ما يسمى اللغة العبرية، حتى التوراة القديمة كتبت بما يسمى لغة الشريعة. وعندهم في التوراة يقولون أن هنالك كان خمس مدن في مصر يتكلمون بشفة كنعان، فاللغة القديمة هي اللغة الكنعانية كحقائق. أما كلمة عابيرو فهي للفلسطينيين حصرا، وينفي القرآن الكريم جملة وتفصيلا، ويؤيده في ذلك التاريخ المهزلة التي تسمى الدولة العبرية، الجامعة العبرية، اللغة العبرية. فهذا في التاريخ ليس له أي إثبات ولا أي حقيقة. فالعابر هم الفلسطينيون الذين عبروا البحر المتوسط وأقاموا الحضارة في جزيرة كريت. لقد ورد في سفر العدد 24 على 24: وتأتي سفن من كتيم فتخضع آشور وتخضع عابر. كتيم هي أيضا جزيرة كريت أو ما يسمى حاليا جت الجتات.
أما الفينيقيون فهو اسم ابتكره الصهاينة بدل العرب الآموريون كي يقولوا إن العبرية والفينيقية شيء واحد، وهذه طبعا غير صحيحة، فلا يوجد في القديم ما يسمى العبرية أو اللغة العبرية. وتعتبر سوريا منذ القدم هي مهد الحضارة والمدنية، وأدامها الله دائما مهدا للحضارة والمدنية، وهي حضارة الشعب الآرامي العربي كما تثبت ذلك مكتشفات مدينة آلالاخ شمال سوريا، وهذه المدينة هي الآن تقع داخل تركيا. مكتشفات آلالاخ تثبت أن العرب الآموريون هم الذين سكنوا على الشاطئ وانتقلوا إلى جزيرة كريت. سليمان عليه السلام بنى حضارته في جزيرة كريت، هذا شكل إيضاحي إلى جزيرة كريت، هنا اليونان وهذه قبرص وهنا تركيا، فكانت هناك حركة دائمة بين فلسطين وبين كريت، حيث بنيت الحضارة الشهيرة بما يسمى الحضارة القرية التي كانت حاضرة البحر. القرية التي كانت حاضرة البحر بنيت هناك الحضارة. جاءنا التاريخ المزور الصهيوني ليقول أن الحضارة التي بنيت في كريت هي الحضارة المينوية. والسؤال إذا سألهم أحد ماذا تعني الحضارة المينوية، يقولون أن من بناها هو وحش أسطوري يدعى مينوس، واخترعوا حورية البحر نصفها امرأة ونصفها سمكة، وأدخلوا التاريخ في دوامة. لكن الحضارة التي بنيت في كريت ومن بينها عجائب الدنيا السبعة هي الحضارة التي بناها سليمان حصرا، حيث القرية التي كانت حاضرة البحر. نقول مثل الرقة أنها حاضرة البادية. في كريت هنالك الحضارة التي بناها سليمان، والحضارة المينوية التي يقولون أن من بناها هو مينوس وهو وحش أسطوري. جاءتنا هذه. جاء في سفر العدد 24 يخرج كوكب من يعقوب ويقوم صولجان من إسرائيل. هنا موضوع هام جدا، أن يعقوب عليه السلام ليس هو إسرائيل، وبني يعقوب ليسوا هم بني إسرائيل. أولا نجد في سفر أشعياء وسفر أشعياء أيضا وسفر العدد في الكتاب المقدس أن الكتاب المقدس يميز بين يعقوب وبين إسرائيل، فيعقوب شيء وإسرائيل شخصية أخرى. ففي سفر أشعياء 9:8 أرسل الرب قولا في يعقوب فوقع في إسرائيل. في أشعياء 14:1 لأن الرب سيرحم يعقوب ويختار أيضا إسرائيل. إذا نلاحظ حتى الكتاب المقدس والعهد القديم يميز بين يعقوب وبين إسرائيل. حتى حاليا في الإنجيل في العهد الجديد في البداية في إنجيل متى نجد نسب السيد المسيح. يبدأ نسب السيد المسيح من إبراهيم. فالصراع الأبدي واضح بين كوكب يعقوب وصولجان إسرائيل. إذا يعقوب شيء وإسرائيل والدعاية الصهيونية التي روجت لإسرائيل شيء آخر، الذي هو العدو الأكبر إلى يعقوب. إذا أرسل الرب قولا في يعقوب فوقع في إسرائيل. وتؤكد حقائق التاريخ أن الإسرائيليون يكونون ذئابا فقط حين يكون الآخرون خرافا للافتراس، أما فيما عدا ذلك فهم أبناء الأفاعي كما خاطبهم السيد المسيح. فالسيد المسيح يقول لهم في إنجيل متى يا أولاد الأفاعي كما وصفهم السيد المسيح، وهم عبد الطاغوت والجرائم الإنسانية كما وصفهم القرآن الكريم، فكيف يكونون شعبا مقدسا للرب كما يزعمون أنهم هم فقط الشعب المقدس وباقي الشعوب إلى الهاوية. كل الشعوب نالها هذا التضليل أن الصهاينة هم الشعب المقدس. لا نتكلم هنا عن اليهود والديانة اليهودية كديانة، فالقرآن يحترم هذا الموضوع جدا. نتحدث هنا عن الصهاينة لأن هؤلاء الضالين يحاولون هدم المسجد الأقصى بدعوى إعادة بناء هيكل سليمان، وهم يعلمون علم اليقين أن سليمان عليه السلام لم يبني هيكلا في القدس بل كان يبني محاريب.
والأدهى من ذلك أن يدعوا أن سليمان ملكهم بينما هو آسرهم ونافيهم مكفلين للأغلال تنفيذا إلى لعنة داود. فسليمان عليه السلام توضح الآية الكريمة أنه لم يبني هيكلا في القدس، كان يبني فقط عبارة عن محاريب كما ورد في سورة سبأ، يعملون له ما يشاء من محاريب ومن لسانهم ندينهم. في عام 1999 ميلادي صدر تقرير عن مجموعة التنقيب الصهيونية في القدس يقول لا صدقية لوجود هيكل في القدس. هم يعترفون من عام 67 وحتى عام 1999 ويلقبون ويبحثون عن الهيكل فلم يجدوا. من الموقعين على هذا التقرير من الصهاينة جدعون ابني روني رايخ، زهير هيرزو وتوريا سكي. هيكل في القدس، فالحقيقة إذن ليست أقصانا ولا هيكلهم، والحقيقة إذن أقصانا ولا هيكل لهم. يجب أن لا نقول أقصانا لا هيكلهم، لأن في ذلك اعتراف بالهيكل الصحيح والحقيقة الأساسية حسب اعترافهم. أقصانا ولا هيكل لهم حتى باعترافهم وبعلماء نجم داود. هذه النجمة الثلاثية كذب الصهاينة على العالم أنها نجمة داود. دائما الإنسان المؤمن متى ما سمع بداود يذهب فكره إلى داود والد سليمان. داود والد سليمان عليه السلام ليس عنده نجمة، هذه النجمة سرقها الصهاينة، هي نجمة زيوس اليونانية، سرقها الصهاينة على يد سليمان ابن دوجي في القرن 12 ميلادي. وليس داود والد سليمان أي علاقة بهذه النجمة، لأن داود عنده لعنة لهم وليس عنده نجمة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، وأكمل اللعنة عيسى عليه السلام. إذا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. أما سليمان عليه السلام فهو الفلسطيني الأول وليس يمد إلى اليهود والصهاينة. طبعاً بأي صلة؟ لماذا سليمان عليه السلام هو البحار الأول؟ البحار يعني الفلسطيني. إذا سليمان هو فعلا الفلسطيني الأول حسب ما نلاحظ بهذه الآيات الكريمة. لماذا سخر الله الريح إلى سليمان؟ الله سخر الريح إلى سليمان. لو كان سليمان مقيما فقط في القدس ماذا سليمان سيفعل في الريح؟ يعني بده يشم هواء فيها؟ فشو بيهمه إذا الهواء بالجهة الشمالية أو الغربية أو إذا نلاحظ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. كان يوجه السفن في البحر حيث أصاب لأنه لم يكن عنده محركات ميكانيكية. والشياطين كل بناء وغواص، الغواص يحتاج إلى بحر، لا يمكن أن يغوص الغواص في صحراء النقب مثلا أو في جبال القدس. وآخرين مقرنين بالأصفاد. الذين يسمعون هذا النص هم الذين سليمان نفاهم مكبلين بالأصفاد إلى جزيرة كريت. إذا فحين نقرأ التاريخ بضوء القرآن الكريم نصل إلى الحقيقة ونتخلص من الأباطيل الصهيونية، مثل كلمة الساميين، حيث يقول سبنسر إن العرب والساميين شيء واحد. بينما يرد أوليفاري على شلوتزر هذا هو مبتكر فكرة السامية عام 1781 ميلادي في كتابه تاريخ الأمم. يقول أوليفاري ردا على شلوتزر إن ربط اليهود بالعرب بعد تسميتهم ساميين قد تم لأسباب سياسية وليس لحقائق تاريخية. فالساميون هم العرب حصرا كما سيمر معنا بعد قليل، وهم العرب العاربة وليس المستعربة. يقولون أننا عرب مستعربة، تحصيل حاصل. أما العرب الحقيقيين فيزعمون أنهم أبيدوا. القرآن يوضح تماما أن سكان بلاد الشام حصرا هم العرب العاربة أو العرب الحقيقيين. لذلك يوجد فارق واضح بين ذرية نوح وذرية من حملوا مع نوح. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. إذا هم ذرية مع نوح وليسوا ذرية نوح، وليس لهم علاقة بسام، وليس لهم علاقة بالسامية. فهذه أكذوبة يضللون بها العالم بما يسمى معاداة السامية وضد السامية والفكرة السامية. القرآن يوضح تماما في سورة الإسراء، حتى بعض التفسير وفي الفقه الإسلامي سورة الإسراء يطلق عليها سورة بني إسرائيل، لأنها توضح فعلا ذرية من حملنا مع نوح، ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. جاءت الدعاية الصهيونية لتقول عكس هذا الكلام، قالوا أنه لم يبقى إلا نوح عليه السلام فقط، لم يبقى أحد معه. هذه الدعاية الصهيونية. في سورة هود نلاحظ قوله تعالى: وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. هنالك أمم ظهرت مع نوح وأمم سنمتعهم. جاءت الدعاية الصهيونية لتنفي هذه الحقيقة وتقول: لم يبقى إلا نوح وسام وحام وكنعان بهذا الموضوع، لكنهن فعلا. لذلك نلاحظ في جدال نوح مع قومه، هذه الفئة ظهرت من قبل نوح من زمن آدم، وكانوا هم الأرذلون حتى في زمن نوح. هذه الفئة الضالة المضلة من زمن آدم لحتى الآن هي التي كانت السبب المباشر في عدم إيمان قوم نوح. إذا هم أرازل من القدم. ففي سورة الشعراء نلاحظ أن قوم نوح يقولون له: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي، أي المتخلفين فكريا. إذا هذه الفئة من بني إسرائيل، فكان رد نوح عليه السلام عليهم: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. إذا نلاحظ أن نوح عليه السلام لا يمكنه أن يرفض شخص أو مجموعة قالوا له أمنا، فنوح يقول: هي ما مسؤوليتي أنا أرفض. لذلك واضح أن جدال نوح مع قومه كان حول أشخاص يعتبرهم المجتمع في ذلك الوقت أرازل، وذلك بسبب وجود أصول عميقة لنظرة انعداء لمجموعة هذه الغرباء التي حضنها نوح بعد أن أظهر إيمانها. لذلك قيل يا نوح كما قلنا اهبط بسلام منا وبركات عليك. الدعاية الصهيونية ألطفت هنا، قالوا لم يبقى إلا نوح، ونلاحظ وعلى أمم ممن معك. إذا لم يبقى نوح وحده كما تقول الدعاية الصهيونية. فهذه الآيات تنفي فكرة أن اليهود هم الساميون. لذلك سنميز أن يعقوب شيء وإسرائيل الذي معناه عبد الله. الله في السابق كان يدعى إيل، فإسماعيل الله يسمع، ميخائيل شبيه إيل أو شبيه الله. لذلك دائما كان الله يدعى إيل، ثم جاء الصهاينة بعد ذلك وأدخلوا فكرة يهوه. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، فإبراهيم عليه السلام الذي هو أب لكل الناس وليس لفئة باغية قالوا شعب الله المختار. الله يخاطب إبراهيم صراحة: إني جاعلك للناس وليس لفئة واحدة، إني جاعلك للناس إماما. فإبراهيم هو للكل، لكل الأديان، لكل الناس، وليس حكرا على فئة صهيونية قالوا أنهم هم شعب الله المختار والباقي الشعوب لتذهب إلى الجحيم. إذا نلاحظ أنه لم يقل ذريتيهما بل قال ذريتهما. إذا عنده ذرية واحدة، فيوضح أن إبراهيم عليه السلام هو من ذرية نوح، وذلك حينما قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، لم يقل إسرائيل، قال إسحاق وقال يعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لذلك في السابق قالوا أن إبراهيم عليه السلام يخص الفئة اليهودية حصرا، ونلاحظ من هذا المخطط هذا الموضوع الرائع. إبراهيم عليه السلام كان عنده ولدين إسماعيل وإسحاق. ففي سورة إبراهيم الآية 29: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة
والعرب تسمي ولد الولد نافلة لأنه زيادة عن الولد. الصلاة النافلة هي الزائدة على الفرض والسنة. لذلك وهبنا له إسحاق ويعقوب، القرآن يقول يعقوب ولا يقول إسرائيل، النص القرآني واضح. ومن سلالة يعقوب الأسباط هم يوسف وإخوته عليهم السلام. هذه المجموعة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وردت في القرآن الكريم 3 مرات، مرتين في سورة البقرة ومرة في سورة النساء. قال تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إذا نلاحظ وبالقائمة الله يعطي أسماء فيذكر يعقوب والأسباط، لم يقل إسرائيل ولم يقل بني إسرائيل. الآية الأخرى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الآية الأخرى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا؟ إذا اليهود ليس لهم صلة بهذا الكلام. ونلاحظ هذا الموضوع الهام جدا. من هذه السلالة جاء كل الرسل والأنبياء عليهم السلام. فكما أوضح القرآن الكريم بسورة الأنعام أن كل الرسل جاءوا من ذرية إبراهيم عليه السلام. ففي سورة الأنعام نلاحظ هذه الآية: 18 نبي ورسول وبالقائمة يعددها القرآن كي لا نضيع، لم يقل ذرية إبراهيم. بدأت الآية الكريمة: وتلك حجتنا، حجة إلهية، آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. نلاحظ يعقوب ونوحا هدينا من قبل، فربط إبراهيم بنوح حصرا. فإبراهيم وذريته بما فيهم عيسى عليه السلام وإياس هم الساميون وليس الفئة الصهيونية. إذن ونوحا هدينا من قبل. عاد إلى إبراهيم يقول: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. واضح النص. فموسى عليه السلام وهارون هم من ذرية إبراهيم. ويتابع عليه: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسعى ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. تخيل يعني هذه السلالة الطاهرة لتقول الآية بشكل واضح: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، هذه الفئة الطاهرة كلها، وهذا النبي، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فنفى الصهاين عن هذه السلالة الطاهرة. نلاحظ أن آدم عليه السلام جاء بعده ذرية نوح، ثم إبراهيم، ثم إسحاق، ثم يعقوب، ثم موسى. فموسى عليه السلام لم يكن من بني إسرائيل، كان من بني إبراهيم ومن بني يعقوب حصرا. فنلاحظ هذه الآية. إذا لا تنطبق هذه الذرية مع مقولة إن موسى كان من بني إسرائيل. فموسى عليه السلام هو من بني إبراهيم، من بني إسحاق، من بني يعقوب، وليس له أي صلة مع بني إسرائيل. نلاحظ هذه الآية في سورة آل عمران. فعلا يعني القرآن الكريم مجد أولا أكثر الرسل ذكرا في القرآن الكريم هو موسى عليه السلام، ذكر 131 مرة. النبي والرسول الذي مجده القرآن بشكل لا يوصف هو عيسى عليه السلام. إذا عيسى عليه السلام ورد في القرآن الكريم مع أمه مريم 64 مرة. مع احترامنا لرسولنا الكريم ذكر في القرآن الكريم 4 مرات. إذا محمد ذكر 4 مرات، عيسى 64 مرة، موسى عليه السلام 131 مرة. في القرآن الكريم لا يوجد سورة تسمى سورة آمنة بنت وهب، لكن يوجد سورة مريم. إذا مريم أم عيسى عليه السلام لها سورة، والمرأة الوحيدة التي ذكرها القرآن صراحة باسمها هي مريم. قال امرأة لوط، امرأة لوط.
إذا مريم عليها السلام لا يوجد في القرآن الكريم مع احترام له صورة تسمى صورة بني هاشم أو بني عبد المطلب، لكن يوجد صورة آل عمران السيد المسيح أسرته لها صورة كاملة. إذا العشاء الأخير أو العشاء الرباني عند السيد المسيح ثبته القرآن الكريم في سورة المائدة، لم يمر عليه مرور الكرام. فالقرآن الكريم يمجد عيسى عليه السلام وأمه مريم بشكل لا يوصف، لذلك إن الله اصطفى آدم فقط ونوحا، لم يقل آل نوح وآل إبراهيم وآل عمران. أسرة عيسى عليه السلام على العالمين، واضح النص، ذرية بعضها من بعض. إذا ذرية بعضها من بعض، ولم يدخل ضمن هذه الفئة لا إسرائيل ولا بني إسرائيل، لكن من هو إسرائيل أمام هذا النص؟ إذا طالما أبعدنا إسرائيل عن ذرية إبراهيم، ورد ذكر إسرائيل كاسم علم منسوب لذاته فقط، أي في غير معرض ذكر بني إسرائيل، ذكر إسرائيل إذا لم يعني ورد إسرائيل كاسم علم ولم يذكر ضمن بني إسرائيل كقوم، ورد مرتين فقط في القرآن الكريم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي أن إسرائيل لم يكن نبيا بالأصل، لأن النبي لا يحرم الأشياء من ذاته، يحتاج إلى نص إلهي. إذا نلاحظ أن أي أن ووهبنا له إسحاق ويعقوب، الموضوع الهائل في سورة مريم. نلاحظ الآية بشكل دقيق وواضح، الله يقول ووهبنا له أي لإبراهيم إسحاق ويعقوب، لم يكن إسرائيل، وكلا جعلنا نبيا. واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إدريس، إلى أن يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، هنا بقى بين القصيد، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. إذا ذرية إبراهيم شيء وإسرائيل شيء آخر. إذا ومن ذرية إبراهيم الرسل والأنبياء الذين مروا معنا وإسرائيل، فلو كان إسرائيل من ذرية إبراهيم لا يعني لا يوجد داعي لأن تقول الآية ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. إذا إسرائيل شكل ذرية أخرى ليس لها علاقة، حيث نلاحظ بينما مرت في سورة مريم حيث تم ذكر جميع رسل الأنبياء ما عدا اثنين هم إسرائيل وإدريس. لماذا ذكر إدريس فقط هنا كاسم علم؟ هذه الحقيقة التاريخية تظهر أن النبي إدريس كان أول الأنبياء من بني إسرائيل وهو نبيهم الوحيد، لذلك نلاحظ لقد كان كافيا لبني إسرائيل، طبعا قلنا وإسرائيل لم يكن نبيا، أن يكون الله قد أرسل لهم إدريس فقط رسولا منهم، لكنهم قتلوه فرفعه الله إليه مثل ما رفع عيسى. في القرآن الكريم الله رفع اثنين فقط، فعن إدريس قال تعالى ورفعناه مكانا عليا، عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، هذا ضد الفكرة الصهيونية، فإدريس عليه السلام أيضا رفعه الله مكانا عليا. هنالك أولاد كسر لآدم، نلاحظ أن هنالك أحد أبناء آدم كان يدعى إسرائيل، لماذا كان يدعى إسرائيل وليس يدعى قابيل كما بينت الدعاية الصهيونية؟ لا يوجد في القرآن الكريم إطلاقا لا اسم قابيل ولا اسم هابيل، من أين جئنا بها لا ندري، إذا فقط هذه الدعاية. لكن هنالك ولد آخر تقي، منه جاء إدريس، ووردت هذه السلالة التقية إلى إدريس إلى نوح عن طريق سام إلى إبراهيم فالنبوة والكتاب. هنالك السلالة الفاسدة شكلها ابن آدم الآخر. إذا هذه السلالة يعني مر معنا أنها عبرت مع نوح وليس من ذرية نوح، ذرية من حملنا مع نوح. هذه السلالة غير مستقرة، مزبزبة بشكل دائم. قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. آمنوا بعزير أو أولا كفروا بعزير بعد أن أماته الله 100 عام ثم بعثه، آمنوا به من ثم آمنوا بموسى، كفروا بعيسى عليه السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر، إذا كفروا بعيسى وازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء إن الذين آمنوا
ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. لذلك هذه السلالة قلنا أنها سلالة مستقلة. إذن هنالك إسرائيل وليس قابيل. ورد في سورة المائدة هذه الحقيقة التالية: إذن واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. فابني آدم ما قتل أخوه مشان أخته، قال بعطيك أختي وما بصير تاخذ أختك، هذا الموضوع الكامل. إذا تمت عملية إنه كان حواء عم تولد صبي بنت وصبي بنت، فهذا بده ياخذ أخت هاد وهذا بده ياخذ أخت هاد، فواحد أخته أحلى من الثاني بده ياخذ أخته التوأم. جاءت هذه الفكرة الدعاية الصهيونية فقتلوا مشان أخته. بالحق كان القتل لأجل التقوى، وحتى هذه اللحظة لا يقتلون الصهاينة إلا لأجل التقوى فقط. وقتلهم الأنبياء، يقتلون الأبرياء، يحرقون بالفوسفور الأبيض والفوسفور الأحمر من طبيعتهم القتل. فإسرائيل لماذا؟ أنه ابن آدم. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. إذن القتل لسبب التقوى. قال إنما يتقبل الله من المتقين. إلى أن تقول الآية الكريمة: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. لماذا جاءت الآية بعدها؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما علاقة أولاد يعقوب في ابن آدم؟ إذا تطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. لذلك كتبنا على أولاده أنه لا تأخذوا سنة القتل اللي وضع أبوكم اللي كان اسمه عبد الله وإسرائيل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل على أولاده. إذن ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. فالرسل من بني إبراهيم أرسلوا إلى بني إسرائيل فقتلوهم. لذلك رسلنا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرف ويعسون في الأرض فسادا بما يسمى أيام ابن آدم. إسرائيل هو الذي سن سنة القتل في البشرية. لذلك كتب الله على ذريته هذا التحذير. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. إذا وقد اختصوا وحدهم بقتل الرسل والأنبياء الذين كانوا من ذرية إبراهيم. فعيسى عليه السلام هو الذي من ذرية إبراهيم كما مر معنا، وقد أرسل إلى بني إسرائيل لكنهم عذبوه وأهانوه. ففي سورة آل عمران: ورسولا عن عيسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل. وفي سورة الصف: إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. لذلك نلاحظ: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. إذن هم الذين كفروا بعيسى عليه السلام. لذلك ورد في رسالة بطرس الأولى 3:8 عن عيسى عليه السلام أنه هو الحجر الذي رفضه البناؤون. إذا هم الذين الصهاينة رفضوا عيسى عليه السلام، ففي رسالة بطرس الأولى عيسى عليه السلام هو الحجر، هو الأساس، هو الحقيقة، لكنهم رفضوه، فكان بالنسبة لهم كما ورد أيضا في رسالة بطرس حجر صدمة وصخرة عسرة بالنسبة إلى الصهاينة. لذلك لعنهم عيسى عليه السلام من بعد داود. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. ونلاحظ أن عيسى عليه السلام يقول لهم في إنجيل متى 3:7: فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته قال لهم يا أولاد الأفاعي. فعيسى عليه السلام كان ضد هذه الفئة الطاغية التي تشكل حاليا الحركة الصهيونية. من بعد الطوفان عمل نوح عليه السلام بالزراعة، وهي الصنعة المفتقرة حاليا لدى اليهود ومنهم الصهاينة. وكون بني إسرائيل ليسوا حارسي أرض فهم ليسوا من ذرية نوح ولا علاقة لهم لا بالقريب ولا بالبعيد بالسامية. فواقع بني إسرائيل بعد الطوفان توضحه الآية التالية: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. لماذا؟ لأنهم يقتلون بشكل دائم. فالذي غضب الله عليه هو إسرائيل أو قابيل. مر معنا هذه الفقرة أنه الله غضب على هذه الذرية التي تقوم بعملية سنة القتل. إذا أن قوم موسى الذين خرجوا معه من مصر ليسوا فقط من بني إسرائيل. لذلك نلاحظ
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فخزفناها. فكذلك ألقى السامري. فقوم موسى هم مزيج غير متجانس خرج معه من مصر، وليس فقط بني إسرائيل كما توضح الدعاية الصهيونية. قوم موسى لماذا هو خليط غير متجانس؟ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إن قارون كان من قوم موسى، والسامريين أيضا كانوا من قوم موسى، وهذا يكشف القرآن الكريم عن هذه الحقائق التاريخية الهامة. نفى أن يكون من خرج مع موسى عليه السلام جميعا، خرج من مصر جميعا من بني إسرائيل وذرية يعقوب، بل كانوا مزيجا غير متجانس، ومنهم السامريون والسحرة الذين آمنوا مع موسى. إذن هم مزيج قوم موسى. إذ قال موسى لقومه نفت هذه الآية. فري أطلقها كتب التوراة البابلية أن موسى عليه السلام قد طلب لعب دور اللصوص منهم باستعارة الحلي والأواني الذهبية بقصد السرقة. أوضحت الآية الكريمة أن القوم الذين ينتمي إليهم السامري كانوا بارعين في التعدين، حيث حول الحلي والجواهر لعجل ذهبي. كما توضح الآية القرآنية أن نصر الفرعونية الحاكمة قد جعلت سلالة بني إسرائيل التي تزامن وجودها في مصر مع ذرية يعقوب، فقالوا أنهم هم بنو إسرائيل. هذا موضوع متزامن تاريخيا. بعد 7 سنوات من القحط كان فئة من بني إسرائيل يعملون في مصر، وهنا تزامن دخول آل يعقوب إلى مصر، فضاعت علينا المواضيع فقالوا أن آل يعقوب هم بنو إسرائيل. لا، هو موضوع متزامن، هؤلاء فئة وهؤلاء فئة أخرى. لذلك فرعون جار على بني إسرائيل وجعلهم يعملون بالزراعة التي كانت هي صنعة محتقرة. يقول موسى عليه السلام لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، جعلتهم يعملون بالزراعة. وكان قارون أيضا من قوم موسى، إن قارون كان من قوم موسى، وكان قارون أصحاب الضرار إلى جانب فرعون وهامان، وقارون وفرعون وهامان. إذن أن يوسف عليه السلام قد وصل لمرتبة الملك في مصر، وليس فقط إلى مرتبة العزيز. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. لو كان يوسف عزيز، ما الذي جاء بصواع الملك؟ إذا أصبح يوسف بمرتبة الملك، نفقد صواع الملك. إذا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. والحقيقة الهامة أن بني إسرائيل قتلوا يوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام لم يمت موتا طبيعيا كما ورد في المسلسل الأخير. لذلك هنالك آية بسورة غافر توضح أن يوسف عليه السلام هلك هلاكا ولم يمت موتا. يقول مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك لم يقل مات، وتلك القرى أهلكناهم. إذا هم الذين أيضا كانوا السبب الرئيسي في قتل يوسف عليه السلام كما وضح في سورة يوسف. إذا يوسف عليه السلام كان يميز شخصية متميزة، وكان بنو إسرائيل شريحة بشرية اقتصادية تتبع أسلوبك في الحياة يوازي أسلوب الغجر الحاليين، حيث الحل والترحال، لا يريدون أن يستقروا في منطقة ما لحلول من مكان غير صالح للرعي ثم ينتقلون لموضع جديد. وعندما واجهوا قرار فرعون أن يستقروا في أعمال محددة في وقت متزامن مع الاضطهاد الذي حل ببيت يعقوب عليه السلام، حيث دفعت موجة جفاف كما قلنا 7 سنوات بأعداد كبيرة منهم من بني إسرائيل للهجرة إلى مصر. هنا نفهم سر الحوار بين موسى وفرعون حول طلب إخراج بني إسرائيل من مصر ليتابعوا أسلوبهم الحياتي، فرفض فرعون بشدة لأنه كان يعتبرهم سكاناً. فقولا: إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم بأعمال الزراعة المستقرة. إذا هم فئة أراد موسى أيضاً إخراجها من مصر، وليس فقط كانت مهمته.
لذلك كانوا جزءا من سكان مصر الذين عزمهم فرعون رمسيس الثاني، وهذا ما توضحه الايه التاليه. ليسوا جميعا خرجوا من مصر، بقي قسم منهم بعد فرعون يعملون في مصر كما توضح الايه في سوره الاعراف. فانتقمنا منهم اي الفراعنه فاغرقناهم في اليم، الى ان يقول: واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. إذا بعد هلاك فرعون بقي قسم منهم في مصر يعمل في الزراعة، ومن رافق موسى كانوا بعضا من قومه وليسوا كل قومه، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون. إذا هم قسم صغير هاجر مع قوم موسى، وليسوا هم جميعا بني إسرائيل الذين أخرجهم موسى. داود وسليمان، لاحظ: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. كيف يفزع داود من أشخاص دخلوا عليه بشكل غير لائق أصلا، تسوروا المحراب؟ واضح أنه لم يكن عندهم اللباقة، لم يأتوا من الباب، لم يطرقوا الباب. لماذا داود فزع منهم؟ لأنهم كانوا فئة شريرة ورزيلة، وهم قتلة ليس عندهم أي أخلاق. داود الذي قتل جالوت فزع منهم، داود الملك والحاكم والرسول فزع منهم. لماذا فزع؟ نلاحظ هذا الموضوع الهام جدا. الآية الثانية: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت الراعي ليلا، رعت الغنم بالليل، فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان. لماذا الله فهمها سليمان ولم يفهمها إلى داود؟ الموضوع هام جدا. هؤلاء الفئة الطاغية كانوا يخيفون حتى داود، كانوا يعملون بالرعي ويحتقرون المزارع. إذا لذلك قاموا بعملية الرعي للحرس. لأول مرة على ما يبدو أن المزارعين تجرأوا، وما يسمى بالقضاء، رفعوا دعوى على الرعاة. لذلك ورد هذا الموضوع الهام جدا في القرآن. ظاهر الآية موضوع دعوة عادية، لماذا سُبِّدت في القرآن الكريم؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس، يعني ما هذه القضية الكبرى لكي يوضحها القرآن بهذه الدقة؟ وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فهمنا سليمان ألغي هذه الغطرسة التي على مر العصور الراعي يحتقر المزارع، فهمناها سليمان. ألغي هذا الموضوع نهائيا، كفانا غطرسة وكفانا فوضى، أعد الحق إلى نصابه. لذلك جاءت الآية: لأن داود فزع منهم سليمان لم يفزع منهم، وأقام الحد عليهم ووضع الأمور في نصابها. الشيء الهام جدا لاحظ آيتين عن إبراهيم عليه السلام. هذه الفئة كانت تخيف حتى إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ نلاحظ في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فقالوا سلاما قال سلام. هنا ناحية بلاغية لغوية هامة. الرسل الكرام قالوا سلاما بالنصر، قال سلام بالضم، والضم أقوى من النصر. إذا حياهم بتحية أحسن منها. إذا قالوا سلاما قال سلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فنفذها إبراهيم عليه السلام. إذا المهم، فما لبث أن جاء بعجل حنيز. الصهاينة يحرمون أكل الحنيز، لكن الحنيز يعني المقدد والمشوي على الشمس. إذا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، لم يعني حتى هذه اللحظة لم يدرك أنهم ملائكة، قدم لهم الحنيز، ما أكلوا حنيز فزع منهم لاعتقاده أنهم من بني إسرائيل. إذا ونلاحظ أيديهم نكرهم وأوجس منهم خيفة، إذا لاعتقاده لأنهم لا يأكلون الحنيز. أما في سورة الزارية نفس القصة لكن واضحة بشكل آخر: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذا فراغ ذهب سرا إلى أهله فجاء بعجل سمين، يعني في دهن، الصهاينة يحرمون أكل الدهن. إذا فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. نلاحظ داود فزع منهم،
إبراهيم عليه السلام أوجس منهم خيفة، لكن سليمان جاءت الآية ففهمناها سليمان حتى أعاد الأمور إلى نصابها. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. نلاحظ الآية الأخرى والآية الثالثة حصرا لنلاحظ هذه الآيات بصورة صاد وصورة سبا وصورة الأنبياء. الريح أي قارئ للقرآن يمر معه إلى سليمان الريح، ثم بعد فترة يمر معه إلى سليمان الريح يقول بعرفها هلق مرت معي. لا، كل موضوع يناقش موضوع هام جدا. فسليمان عليه السلام في الآية الأولى رخاء حيث أصاب، إذا سليمان كان يحتاج إلى الريح ليسخرها في البحر، ونلاحظ هنا كلمة رخاء. الآية الثانية توضح المسافة التي كانت الريح تدخل فيها سليمان لداخل البحر، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وفي خلال شهر كانت الريح ربما توصله إلى مضيق جبل طارق. إذا هو نلاحظ أنه من سيطر على منطقة البحر المتوسط وخاصة جزيرة كريت، لكن الآية الثالثة هي الآية الهامة جدا. ربما سليمان عليه السلام في البحر أصبح لديه مشكلة في الطعام، أصبح لديه مشكلة في الذهاب في البحر، ضاع سليمان في البحر، يريد أن يعود بشكل إسعافي، وإلى أين؟ إلى فلسطين حصرا. فنلاحظ الآية الثالثة ولسليمان الريح عاصفة، هنا كانت رخاء تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. إذا كان سليمان حصرا يتنقل هو والفلسطينيون الكريتيون الذين هم حتى عام 1400 قبل الميلاد كانوا المسيطرين على جزيرة كريت. ويسألونك عن ذي القرنين، لماذا سألوا هذا السؤال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا سألوه عن ذي القرنين؟ ويسألونك عن ذي القرنين، كان عندهم معلومات ناقصة عن ذي القرنين، أرادوا أن يستكملوها كاملة، لذلك جاء الرد القرآني بشكل يعني طريف جدا. قل سأتلو عليكم منه ذكرى وليس كامل الذكر، سأعطيكم بعض المعلومات لكي يبقي عندهم بعض الأمور الأخرى. نلاحظ أن ذي القرنين فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، لماذا بدأ من مغرب الشمس ولم يبدأ من مطلع الشمس؟ وجدها تغرب في عين حمئة، الحمأ هو بقايا الأنهار أو الطمي، إذا وجدها تغرب في عين حمئة، خلق الإنسان من حمأ، إذا الحمأ هو بقايا الأنهار، إذا وصل لمنطقة أنهار، إذا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. الغيم يستر الشمس، الأفق يحجب الشمس، إذا لم نكد نجعل لهم من دونها سترا، أي وصل إلى منطقة صحراوية. الموضوع الهام ثم أتبع سببا، إذا سار في ثلاث طرق، يعني سوف توضح الخريطة بعد قليل. أتبع سببا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، أي سدين؟ ونلاحظ حتى إذا ساوى بين الصدفين، فهنالك سدين وهنالك صدفين، فما هو الفرق بين السدين وساوى بين الصدفين؟ إذا نلاحظ من هو ذي القرنين؟ ذي القرنين الذين سألوا عنه هو قرش مؤسس الإمبراطورية الفارسية في مدينة بيرسيبوليس في الصحراء الإيرانية حاليا. إذا ذي القرنين حينما دخل بابل في عام 539 قبل الميلاد سمح لهم بالعودة إلى القدس بعد أن سباهم نبوخذ نصر إلى بابل. وعندما أحب أستير إحدى بناتهم أستير، ويوجد سفر أستير، سمح لهم بالعودة والتحرير إلى القدس، فسألوا هذا السؤال ويسألونك عن ذي القرنين، هذا اللي دللنا واللي صار صهرنا. فجاء الرد القرآني تماما أنه لم يدللهم، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فإنا نعذبه،
ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، نكرا يستغربه أهل جهنم هذا العذاب، فيعذبه عذابا نكرا. إذا أوضح أنه لم يدللهم ولم يعطيهم هذا الدلال. إذا ثم أتبع سببا، إذا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. تقع بابل في منطقة الأهوار حيث التقاء نهر الفرات مع نهر دجلة، وهي منطقة مستنقعات ومنطقة الحمأ، وجدها تغرب في عين حمئة. فيعترف القرآن أنه فعلا وصل إلى بابل، لذلك جاءت قوما نكرة وجد عندها قوما. إذا القوم الذين يسألونك هذا السؤال، إذا وجد عندها قوما. إذا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس في صحراء بكتيا، حيث وصل إلى منطقة صحراء التبت. الموضوع الهام ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، السدين المائيين البحر الأسود وبحر قزوين، ساوى بين الصدفين، هناك مجموعتين من الجبال. إذا بلغ بين السدين المائيين وساوى بين الصدفين بين الجبلين، إذا وصل إلى هذه المنطقة. كان هناك القبائل الأمازونية، حاليا بالتاريخ ورد فكرة النساء الأمازونيات، هما النساء، كلمة أمازون يعني استئصال السدين، كنا يستأصلن السدين بقطع رماية فسموهن الأمازونيات، ومنهم رجال جبارين يغيرون على هذه المنطقة. فقام بإغلاق الممر الجبل الضيق، آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين الممر الإجباري قال آتوني أفرغ عليه قطرة. وسأل المهندسين الميكانيكيين، أقصى أنواع المعادن على الإطلاق هو الحديد في درجة الإحمرار حينما نلبسه بالنحاس. حتى هذه الفكرة المعدنية الغرب حتى الآن لم ينتبه إليها. فبرجي التجارة العالمية حينما دخلت طائرة مدنية من الألمنيوم اخترقته من طرف لطرف، لأنها الأبراج حديد فقط، لو كان ملبس بالنحاس بدرجة الاحمرار فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. إذا هذه فكرة تعدينية، القرآن يعطينا علم تعدين هندسي مطلق في منتهى الروعة. إذا أول ما نبذه ذي القرنين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، هي الحديث بدرجة الاحمرار، قال آتوني أفرغ عليه قطرة. قال الصهيوني أن العرب العارب الأصليين قد أبيدوا، وأنه تبقى عرب مستعرب فقط أو عبارة عن تحصيل حاصل. الله يقول ملة أبيكم إبراهيم، إبراهيم هو قلنا لكل الناس، لكل الطوائف، لكل الأديان، لكل البشر، ليس حكرا لأحد على الإطلاق. إني جاعلك للناس إماما وليس لفئة دون أخرى. لكن الموضوع الهام فعلا عم لاحظ في سد مأرب حيث كان العرب الأقدمون القحطانيون، الله هيأ لهم الهجرة كعرب عارب أساسية حصرا إلى بلاد الشام. فقبل أن يخرب سد مأرب وأرسلنا عليهم سيل العرب، هيأ لهم طريق الهجرة الإجباري، هيأ لهم قرى داخل من سبأ حتى بلاد الشام كي لا يتيهوا في الطريق. نلاحظ هذه الآية في سورة سبأ يعني هذه الآية لم تأخذ حقها من الدراسة التاريخية. وجعلنا بينهم بين سبأ وبين القرى التي باركنا فيها، فبلاد الشام لحد الآن هي بلاد مباركة، لن يصيبها الفتن، ما أصابها ولن يصيبها، قرى مباركة باركنا فيها. إذن القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة كي لا يتيهوا، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. إذن القرى المباركة وبلاد الشام ستبقى آمنة إلى يوم القيامة بهذا النص، وهي الأمان، وستبقى ذلك. لماذا؟ في حال المحن حيثما وجدت كان الإنقاذ إلى بلاد الشام حصرا. فإبراهيم عليه السلام حينما عانى ما عانى، الله يقول صراحة ونجيناه ولوطا، لوط ابن أخيه، إلى إبراهيم، إلى الأرض التي باركنا فيها. إذا هي المنجى وهي المجال الآمن،
فالقحطانيون كان لهم ملجأ آمن وهم العرب الحقيقيون. لوط وإبراهيم أيضا جاءوا إلى أرض النجاة، الأرض المباركة، ونلاحظ كلمة نجينا. سليمان أيضا حينما كان يتيه في البحر كان الملجأ الآمن أصلا إلى فلسطين وبلاد الشام، إلى الأرض التي باركنا فيها. إذا هي حصرا أرض مباركة. وحينما سأل أبو حوالة إلى رسول صلى الله عليه وسلم أين ألجأ، قال له إلجأ إلى بلاد الشام فإن فيها البركة وفيها الخير وفيها الملجأ الآمن. لذلك كان لقاء رمضان هو ليس شهر القرآن، هو لكل الأديان على الإطلاق أو للديانات السماوية الأساسية اليهودية والمسيحية والإسلامية. لماذا؟ نلاحظ الآية الكريمة بدقة زائدة. شهر رمضان الذي أنزل فيه أولا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. ما هي هذه البينات من الهدى؟ هي الإنجيل حصرا لقوله تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ورد مرتين في سورة البقرة. إذا الإنجيل أنزل حصرا أيضا في رمضان، والحديث الشريف يقول أن الإنجيل أنزل في ست رمضان، أي قبل القرآن الذي أنزل في العشر الأواخر، والفرقان الذي هو التوراة. فقال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. إذا شهر رمضان أنزل فيه الكتب السماوية الثلاث، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الذي هو الإنجيل والفرقان. إذا والآية الكريمة توضح في سورة الأنفال في أي يوم حصرا أنزلت التوراة. أنزلت في 17 رمضان حصرا، معركة بدر حصلت يوم 17 رمضان يوم التقى الجمعان. إذا في رمضان يوم 17 رمضان حصرا حصلت معركة بدر الكبرى في 17 رمضان. فالفرقان هو التوراة. إذا في رمضان أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الإنجيل، آتينا عيسى ابن مريم البينات والفرقان، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. فالكتب السماوية الثلاثة أنزلت في رمضان، وليس هو شهر القرآن فقط لكن هو شهر الأديان. والتوراة أنزلت حصرا في 17 رمضان. ففي 17 رمضان يوم التقى الجمعان في معركة بدر قال تعالى صراحة يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إذا لذلك نلاحظ حتى أن التوراة والإنجيل أنزلوا في رمضان وقبل القرآن. فيجب أن يكون رمضان هو لكل الأديان لهذا التلاحم لهذا التآلف. وتوضح هذه الآية بشكل مذهل هذا الكلام. الله يقول هنا صراحة لا أحد يحتكر دينه، أنا لست حكرا لأحد أو لدين دون آخر. هذه الآية مذهلة، فالله للجميع وإبراهيم للجميع. هذه الآية المذهلة ليس بأمانيكم بمعتقداتكم ولا أماني أهل الكتاب. لا أحد يحتكرني إلى ذاته. من يعمل سوءا يجزى به مهما كان وبكل الأديان. آية واضحة في المساواة الإلهية، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ما هو النقير؟ النقير فعلا هو موضوع هام جدا في سورة النساء ثلاث آيات. الآية الأولى تقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يتحدث بالوزن الذري. في عام 2002 أثبت العالم الياباني يوكاوا أن البروتون ليس كرة مصمتة لكنه كرة فارغة في بداخلها جسيم أصغر منا 100 مرة سماه الكوارك. يعني الكوارك البروتون أصغر من كتلة الذرة تقريبا بألف مرة، الكوارك أصغر من البروتون بمئة مرة، فالكوارك هو أصغر من الوزن الذري بمئة ألف مرة.
لذلك قال ولا يظلمون نقيرا، والنقير يتحرك بحركة جلدية كأنه ينقر نقرا ولا يدور في مدار دائري. إذا ولا يظلمون نقيرا، إذا في كل الأديان وفي كل الطوائف من يعمل من الصالحات لا يظلم نقيرا، ومن يعمل سوءا يجزى به. فلا يجوز لأحد أن يعتكر الموضوع إلى ذاته. وعلى كل الأديان أن تحارب الفتنة كائنة ما كانت، لنص قرآني واضح، وقاتلوهم للمجرمين للخونة حتى لا تكون فتنة. إذن يجب أن نحارب هذه الفئات الضالة كي لا تكون فتنة. فالأديان الثلاثة متساوية أمام الله، ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب. أنتم شعب واحد، أنتم فئة واحدة، أنتم عباد واحدون، لأن الفتنة أكبر من القتل. لذلك السادة القسيسين والربان الإخوة المسيحيين يمدحهم القرآن بشكل مذهل في عدة آيات. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين وربان، شخصيات رائعة، شخصيات متميزة، وأنهم لا يستكبرون بتواضع بهدوء مذهل. فالقرآن الكريم يمدحهم بهذا الشكل الرائع. وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، ونلاحظ هذه الآية المزيلة بسورة حديد، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، فهم مواطنون صالحون يعملون لأجل الوطن وخدمة الوطن. فالمسيح حسب ما ورد في سفر الرؤيا هو حمل الله كما ورد في إنجيل يوحنا. لذلك طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. هذا التسامح المسيحي يجب أن يقابل بالتسامح الإسلامي، يجب أن يقابل بالتسامح الأديان. لذلك طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف كما ورد في سفر الرؤيا. وهنالك مقارنة طريفة بين طوبى السيد المسيح. طوبى السيد المسيح حرف الطه هو الطهارة، الواو هي الوداعة والهدوء، الباء هي البركة، والألف هي الأخوة. أما طوبى الصهاينة فالطه هو الطمع، والواو هو المشاية والفتنة، والباء هو البخل والاحتكار، والألف هي الأنانية والعداوة. فهذه طوبى السيد المسيح. لذلك ورد في سفر الرؤيا طوبى، وطوبى فعلا هذه حقيقة. فالإخوة المسيحيين عندهم الطهارة والوداعة والبركة والأخوة، هذه الطوبى. أما الصهاينة في كل دول العالم عندهم الطمع والمشاية وإثارة الفتن والاحتكار وإقامة الأزمات والأنانية وعداوة كل الشعوب. نلاحظ هذا الموضوع فعلا، هذه الحقائق القرآنية القرآن يوضحها من آيات وعجائب في إسرائيل من عند الرب الجنود الساكن في جبل صهيون. إذا الصهاينة ربطوا حاليا دولة إسرائيل بالحركة الصهيونية كما ورد عندهم في سفر أشعياء. إن بيت إسرائيل أو الدعاية الصهيونية الحالية لما سكنوا أرضهم نجسوها بطريقهم وأفعالهم. الذي نجسه بيت إسرائيل الصهاينة في الأمم حيث جاءوا كما ورد في سفر حزقيال. نلاحظ أن الإخوة المسيحيين القرآن يمدحهم بشكل مذهل، أما هؤلاء الصهاينة فعلا الأحياء عندهم الإله يهوى الذي يقول لهم أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم في النار، وطبقوها هذه في غزة حيث استخدموا الفوسفور الأبيض، لأن عندهم الرب رجل حرب. لكن لاحظنا عن السيد المسيح أنه الحمل الوديع، والصهاينة شنوا الحمل الشعواء حتى على الملائكة الكرام. نأخذ مثال جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام في الدين المسيحي هو الحمامة البيضاء التي ترسم في الأيقونات فوق رأس السيد المسيح. ففي الأناجيل الأربعة بما معناه حينما تعمد يسوع وخرج من الماء وجد روح الله نازلا مثل حمامة. هذا جبريل في الدين المسيحي مثل حمامة. في الدين الإسلامي جبريل عليه السلام علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى.
عند الصهاينة قل من كان عدوا لجبريل، حتى حرقوا مع الأسف اسم ملك الموت. الله يسميه ملك الموت. جاءت الدعاية الصهيونية لتسميه عزرائيل. قلنا أن إيل هو الله. كلمة عزرائيل بالعقلية الصهيونية تعني شيطان إيل أو شيطان الله، لأنهم أحرص الناس على حياة فيكرهون الموت وملك الموت. لكن مع الأسف نحن استخدمنا هذه العبارة ولم نستخدم كلمة ملك الموت والمسجد الأقصى. لماذا هذا الربط؟ ورد في القرآن الكريم كلمتين، بكة ومكة. إن أول بيت وضع للناس وليس للمسلمين فقط، إذا مكة هي لكل الناس، لكل الشعوب، للذي ببكة، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فلماذا ذكرت بكة وذكرت مكة؟ بكة هي المكان الصغير في مكة حيث يقع الحرم حصرا، أما مكة فهي في توسع ونظام عمراني متوسع. إذا للذي ببكة ثم جاءت مكة. ونلاحظ هذا الموضوع اللغوي، لماذا جاءت مكة بالهاء؟ هناك في اللغة العربية ما يسمى هاء الهاء، هاء السكت. هاء مقرأ كتابية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. إذا هي هلك عني سلطاني، فجاءت بكة ومكة هذه الهاء السكت. لكن بكة بالشدة أي أفقده صوابه، ولقد وجدت بكة لتفك المشروع الصهيوني الذي ربطه مع محتلي المسجد الأقصى حاليا، نأمل من الله أن يقرره قريبا. أما مكة أهلكه وأباده، فقد توسعت وأصبحت مكة لتمك وتبيد المشروع الصهيوني. إذا ببكة وبمكة لكي حاليا المحتكرين ومحتلي المسجد الأقصى لكي يمك المشروع الصهيوني ويمك هذا المشروع. والخلاصة هي لكي يتحقق اليوم الموعود بتحرير أرضنا المغتصبة إن شاء الله قريبا، يجب أن نمنح تاريخنا المقدس جهدا علميا شاملا من أجل بك المشروع الصهيوني ثم مك ذلك المشروع. بكه ثم مكة. لذلك ربط القرآن الكريم بين مكة التي فيها بكة وبين القدس الشريف يوم الإسراء الشريف، لأنه لا مكة بدون بك. لذلك كبرت بكة لتصبح مكة، لأن المشروع الصهيوني إذا لم يجدي معه البك فلا بد له من المك والمزال. شكرا لكم. طردا طردا، وأسفين إذا أطلنا.